كابتن، انا ما اعرفش طبعا الاهداف اللي موجوده في داخل نادي فيوتشر، لكن انت دلوقتي في المركز الخامس، هل في طموح اختلف في الوقت ده؟ هل ممكن يكون كان في طموح ودلوقتي طموح بيروح لحته تانية؟ بص يا كابتن فاروق، احنا جهاز بتاع الكابتن علي، دايما الكابتن علي معودنا على الطموح الى ابعد حاجه، وده حصل السنه اللي فاتت مع النادي المصري اول ما رحنا مسكنا، وطموح نادي فيوتشر هو يكون في مركز كويس. واخدينها بس خطوه خطوه كابتن فاروق، زي ما قلت لك الجدول متشابك. ان شاء الله بعد نهايه الدور الاولاني نقدر ان شاء الله نقول احنا نتمنى نوصل لابعد مدى في الدوري، ونتمنى ان احنا نوصل لابعد مدى في الكاس وكاس الرابطه كمان. فنتمنى، احنا واخدين الموضوع يعني خطوه خطوه كده. المهم ان احنا بنجهز اللعيبه كويس قوي، خاصه البدلاء، الفرقه اللي هتبقى عندها بدلاء كويس هي دي اللي هتكمل، هو ده اللي احنا شغالين عليه. طيب انا خليني اسالك حاجه كابتن، ودي حاجه مهمه، يعني انت بتوضح للجمهور الشكل الخاص بفيوتشر، 4 تعادل 4 هزيمه، وبالتالي هناك اخطاء او حاجات ممكن يكون كابتن علي ماهر والكابتن محمد عبد الكريم شايفين انها ممكن دي بتسبب لهم ازعاج داخل الفريق، برضه نوضحها لجمهور. يعني زي ما قلت لحضرتك، اكيد اكيد طبعا الكره اخطاء، انت زي ما بتقول فعلا 4 هزيمه، لكن في ماتشات فيهم زي ما قلت لك، اقرب ماتش نادي الزمالك احنا جالك الثلاث اجوان اللي دخلوا فينا كور ثابته، ضربتين جزاء وكره كورنر في الدقيقه 94. بنحاول نعالج الاخطاء دي يا كابتن فاروق، بنحاول طول ما احنا قلنا لهم، طول ما احنا مش داخلين في الاجوان ان عندنا لعيبه عندها حلول، فهو ده اللي حصل الفتره اللي فاتت دي، ماتش المحله كنا اقرب للمكسب، والماتش النهارده، لكن بنحاول نعالج السلبيات وناخد الايجابيات ونشتغل عليها، هو ده اللي نقدر نوصله للعيبه. الحمد لله النهارده سعد سمير ومرعي وجوناتان وعمر كل اللعيبه، مش عايز انسى حد، وناصر ونبت ومانو اول النهارده اشتراك معانا، فبنجهز كل اللعيبه كانت مهمه قوي. واحنا عندنا لعيبه، خلي بالك فاروق، احنا كمان عندنا لعيبه مصابه، لعيبه كويسه قوي، عندنا غنام وعندنا رزق وفاروق وسافيولا، كل اللعيبه دي عندنا اصابات كتير قوي، لكن الحمد لله البدلاء اللي احنا مجهزينهم هو ده اللي فرق معانا، هو ده اللي هيفرق مع الفرقه اللي عايزه تكمل في الدوري. هاتريك ناصر النهارده كابتن، يعني بتشوفه ازاي؟ يعني لعيب من اللعيبه المميزه، يعني اللي كان ناصر موجود في سموحه والاهلي، ويمكن الظروف ما ساعدتوش في بعض الاحيان. يعني الحمد لله يا كابتن، الحمد لله الجهاز الفني بقياده الكابتن علي وكابتن عبد الظاهر السقا بنعرف نخرج الا عند اللعيب عشان نطلع افضل حاجه عنده، وده اللي حصل مع ناصر ومع لعيبه كتير قوي. فناصر لعيب كويس قوي، ناصر من احسن لعيبه في مصر في الحته دي، خدنا منه بناخد منه الحته الهجوميه كويس قوي، وعودناه على الحته الدفاعيه. النهارده ناصر الجول الثاني هو اللي ضغط وقاطع، دي ما كانتش موجوده في ناصر. فكل ده يا كابتن بالتمرين وبالشغل، وبعدين احنا عدد التمارين كل ما بيزيد يا كابتن فاروق بتلاقي الـ 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 الافضل للفرقه والانسجام. فطبعا دايما الكابتن علي بيقول 1000 تمرين غير 2000 غير 3، الفتره اللي جايه ان شاء الله هتشوف فيوتشر افضل من مكان. طيب خليني اسالك اخيرا كابتن على احمد رفعت وما يعني حاجه المنتخب ليه في الفتره الجايه، وشايفه انت كمان في الملعب، يعني رايك فيه في الفتره اللي جايه؟ لا طبعا احمد رفعت مجاله راح المنتخب في كاس العرب، اعتقد كل الناس اشاد بيه. احمد رفعت من اعتبر انا بقول في رايي ان هو احسن جناح ايسر في مصر. احمد رفعت لعيب كبير ولعيب كويس، شغالين عليه هو طبعا، بس عشان هو كان ماتش المحله كان حاسس باجهاد، ففضلنا ان احنا نريحه واستفدنا بيه النهارده، ونتمنى له التوفيق. هو طبعا لو حد كلمه من المنتخب يا كابتن، حد من جهاز المنتخب يعني بيتواصل؟ كانوا موجودين جهاز المنتخب كله النهارده تقريبا، ما تواصلوش معاه شخصيا هو حتى؟ لا ما حدش وصل معانا يعني، فاكيد نتمنى ان احمد رفعت انضم مع عمر كمال، نتمنى ناصر ماهر. جهاز الميزه في جهاز المنتخب بيبص على الملعب بس، ودي ميزه، واحنا قلنا اللعيبه كده، اللي هيأدي هيروح المنتخب حتى لو ما راحش دلوقتي طبعا عشان ماتش السنغال، بنتمنى ان شاء الله توفيق المنتخب ونكسب ونوصل كاس عالم. فالجهاز الفني بتاع المنتخب بيبص على الملعب بس، اللي هينفذه اللي هو عايزه هياخده، هو ده وده المهم، واحنا برضه كده كجهاز فني اللي بينفذ الملعب هو اللي هيبقى موجود. ده حقيقي. فنتمنى الرفعه، نتمنى منتخب مصر ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله. مبروك يا كابتن النهارده، واكيد فوز مهم لفيوتشر، وسلامي للكابتن علي ماهر طبعا، سلم لي عليه كتير كابتن علي ماهر. ان شاء الله كابتن فاروق، وشكرا ليك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن محمد، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر. ده الشكل الفني والفوز، والفوز طبعا بيبقى مهم ومفرح ل الانديه لما يعني بتكسب نادي يعني امامها كمان قوي زي سموحه، بتبقى الامور بالنسبه لهم